دلوقتي اخد على تليفون استاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الاهرام العربي. مساء الخير على حضرتك، ويعني قمه القاهره غدا للسلام بحضور 31 دوله وثلاث منظمات دوليه مع فشل مجلس الامن الدولي ل يعني تمرير قرارين روسي وبرازيلي لوقف اطلاق النار في غزه ووقف التصعيد على الاراضي الفلسطينيه. مدى اهميه قمه غدا في هذا التوقيت؟ مساء الخير على حضرتك، او كل التحيه لحضرتك وكل الساده المشاهدين. خلينا نقول ان هذه القمه قمه تليق بالدوله المصريه، لانه هذه القمه تضع يعني تهدف الى تشكيل راي عام يعني يعيد الحقوق او يوضح ويجلي الحقائق التي تتعلق بالقضيه الفلسطينيه والاشقاء الفلسطينيين، رقم واحد. رقم اثنين، انه هذه القضيه يعني تستهدف في المقام الاول السرعه في ايصال المساعدات للاشقاء في غزه. رقم ثلاثه، الوقوف بشكل قاطع وحاسم تجاه او نحو عدم تصفيه القضيه الفلسطينيه، ويعني وأد المخططات التاريخيه القديمه منذ 48 ل يعني تهجير القصر للاشقاء الفلسطينيين الى غزه، الى سيناء، او الى يعني ايضا الى الضفه الغربيه او بضمها الى الضفه الشرقيه في الاردن، وهذا ما نفاه ورفضه تماما، واكد رفضه الملك عبد الله العاهد الاردني. رقم اربعه هو الحفاظ على الامن القومي المصري، وهو جزء اصيل ورئيسي من الامن القومي العربي، وبالتالي هنا يعني هذا الامر يعني على وجه يعني او في اولويات هذه القمه بشكل عاجل. ايضا لم تغفل هذه القمه يعني التأكيد على أولا وقف إطلاق النار وحقن الدماء، ويعني الإصرار على أن هناك رسالة واضحة إلى العالم أجمع أنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط أو في العالم بشكل أجمع من دون استقرار القضية، استقرار فلسطين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أستاذ جمال، برأيك أي المسارات ستتخذ القمة غدا؟ هل هو مسار سياسي وأفق سياسي وطرح سياسي فقط، أم أنه بنتحدث عن حلول على أرض الواقع وخفض التصعيد في قطاع غزة؟ يعني طبعا زي ما قلت لحضرتك، هو في المقام الأول خفض التصعيد، لكن بالتوازي معه لابد من إيصال المساعدات، ويعني توثيق وضع هذه القضية وما حدث من جرائم وحشية من الجانب الإسرائيلي على مائدة العالم، على مائدة العالم. كل الزعماء والرؤساء وقادة العالم الذين جاءوا إلى القاهرة يدركون أن مفتاح الحل في القاهرة ومفتاح التفاوض لابد أن يبدأ من القاهرة، وأن هذه القضية التاريخية المركزية بالنسبة لمصر. وبالتالي هنا يعني القيادة السياسية التي تبنت، القيادة السياسية المصرية التي تبنت منذ اللحظة الأولى خطابه قوي وواضح بشأن هذه القضية وبشأن الأمن القومي المصري وبشأن الأمن القومي للأمة العربية بشكل عام، يعني تضع كل هذه التجاوزات والجرائم التي ترقى لجرائم حرب وفقا للقوانين والمواثيق الدولية أمام العالم أجمع، لأنه نحن أمام الكيل بمكيالين، مجتمع ده مجلس الأمن وكيل بمكيالين، يرفض تتقدم الولايات المتحدة الأمريكية بالفيتو، ويعني نسمع عن يعني دعمها على سبيل المثال المتواصل في أوكرانيا، وبينما عندما يتعرض الأشقاء في فلسطين لمثل هذه الجرائم الوحشية تغمض عينيها. وبالتالي هنا نحن أمام يعني استبدال الحق بالباطل، لكن في النهاية نحن أمام يعني إصرار من القاهرة للعالم أجمع أنه لا بديل عن حل الدولتين. لكن قبل الوصول إلى هذه النقطة، هناك نقاط ذكرتها لحضرتك تتعلق بضرورة الإنقاذ، يعني المرحلة الأولى وهي تتعلق بالإنقاذ، إنقاذ المدنيين هناك وإيصال لهم المساعدات الصحية والإغاثية والطبية وكل المساعدات المطلوبة العاجلة،
فهذه يعني خطوة استباقية مهمة جدا كانت لابد أن تعكس خلال الفترات الماضية. يعني المرحلة الثانية تتعلق بالتفاوض وعقد الدماء ويعني وضع العالم أمام مسؤولياته، ويعني إنه يعني لقد يعني فاض الكيل ولم يتبقى في قوس الصبر منزع لدى الأشقاء الفلسطينيين، وأن هذه القضية التاريخية منذ عام 1948 يعني تأخذ منعطفات ربما أثبتت التجارب أنه لا بديل سوى يعني إقامة دولة فلسطينية مستقلة. النهاردة العالم أجمع تابع ما حدث في كل محافظات مصر، وتابع ما حدث يعني من كل مؤسسات الدولة المصرية التي أكدت على ضرورة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه وتقديراته تجاه التعامل في مع هذه القضية، وتأكد للعالم أن الشعب المصري لن يتوانى لحظة واحدة في تقديم كافة أنواع الدعم للأشقاء في فلسطين، وأن الأمر بشكل حقيقي يعني لن يحتمل مزيد من هذه الجرائم الوحشية. يعني احنا نتساءل كيف أو ماذا تريد، وإلى أين تمضي الدولة الكيان الصهيوني ودولة الاحتلال؟ أستاذ جمال، يعني يمكن المجازر الإسرائيلية تاريخ طويل من دير ياسين لحد مستشفى المعمداني صبرا وشتيلة، تاريخ طويل من المجازر والنهب الإسرائيلي المتصاعد. بالصوت يعني والصورة هذه المجازر موجودة أمام العالم، كيف يمكن أن تدان إسرائيل وتحاسب؟ لأنه إلى اليوم لا حساب على كل هذا. يعني أنا أتصور أنه من الضروري أن يظل الأمل القوي في توثيق كل هذه الجرائم وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية ووضعها يعني بكل تفاصيلها، لأنه هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم. هذه الجرائم هي جزء من شعب، والشعب ضلع أساسي من هذه الدولة القادمة لا محالة. وبالتالي هنا يعني نحتاج بشكل حقيقي في هذه اللحظة مزيد من الضغوط، والضغوط لن تتحقق بدون إرادة عربية واحدة ومتماسكة بشكل حقيقي تنطلق من روح 73 ونصر أكتوبر الذي غير موازين الخرائط في الإقليم والمنطقة، والذي لم تنسى حتى هذه اللحظة دولة الاحتلال. وبالتالي هنا من دون الوحدة ومن دون تضافر الجهود أعتقد أنه المسألة يكون فيها مشكلة بشكل حقيقي. ولكن في المقابل على الأمة العربية بأكملها أن تدرك جيدا أنه لن تستقر الخرائط العربية من دون أن تستقر خريطة الدولة الفلسطينية. هذا ليس شعارات، ولكن هذا هو حكم التاريخ وسلطة الجغرافيا. وبالتالي الكيان الصهيوني يعلم ذلك جيدا، ولديه مخططات منذ تأسيس إسرائيل في 14 مايو 48، والتي قامت على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وبالتالي هي هذا المخطط في الأدراج، كلما يعني أرادت الانتقام تخرج هذا الملف وتلاعب به كل دول الجوار وتهدف إلى تنفيذه، ربما يتحقق وربما لا يتحقق. هذا يتوقف على إرادة من حولها. وبالتالي هنا الموقف المصري إرادة صلبة، جسارة في القرار. الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل يعني حقيقي يسجله التاريخ بأحرف من نور، يعني أدار الموقف بقوة تناسب حجم الدولة المصرية وقيمة الدولة المصرية. وفي تصوري أن هذه الدولة المصرية لن تتراجع لحظة واحدة في يعني أن تكون صاحبة القرار الحاكم في كل التفاعلات المتعلقة بهذه القضية المركزية بالنسبة لمصر وبالنسبة للأمة العربية. فضلا عن أن من يريد أن يفتح كتاب التاريخ ويقرأ الدور المصري في الدفاع عن فلسطين والأشقاء الفلسطينيين سيتوقف كثيرا وتأمل كثيرا، ويعني تكون الرسالة وصلت إلى كل من يهم الأمر. صحيح، وبالتأكيد رسائل عدة
يعني تتخلل قمة غدا، قمة السلام بالقاهرة. شكرا جزيلا أستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.